سيدة أردنية قررت الدفاع عن الأراضي الفلسطينية المحتلة. اشتركت بعمليات بمنتهى الخطورة وكادت أن تنهي حياة نتنياهو. تعرضت للسجن والتعذيب وحرمت من أهلها، ومع ذلك بقيت على موقفها. ولدت تريز هلسة في فلسطين عام 1954 لأب أردني وأم فلسطينية. كبرت الفتاة الصغيرة المنتمية لعائلة مسيحية معروفة في ظل الصراع العربي الإسرائيلي. وفي سن المراهقة عايشت تريز أحداث الصراع العربي الإسرائيلي، واصطدمت عام 1970 بواقعة مباشرة حولتها من فتاة عادية إلى مقاتلة، إذ اعتدت القوات الإسرائيلية بوحشية على مجموعة فلسطينيين، وعندما مات أحدهم منعت عائلته من رؤية جثته قبل الدفن حتى لا يتم كشف التعذيب الذي تعرض له. ترك ذلك الحدث حزنا ومرارة في نفس الفتاة الأردنية. ومن هنا قررت الشابة اليافعة القيام بأي عمل من شأنه مناهضة إسرائيل. غادرت تريز أراضي 48 دون علم عائلتها، وهربت إلى الضفة الغربية ثم إلى لبنان، وهناك انضمت لحركات المقاومة الفلسطينية وانخرطت في التدريبات وحمل السلاح، وظلت تنادي بحق النساء في المقاومة بالصفوف الأمامية حتى حققت ما أرادت. وفي عام 1972 انضمت ابنة 17 عاما لخلية مقاتلة مكونة من 4 مقاتلين هي خامسهم، وقاموا باختطاف طائرة على متنها نحو 140 إسرائيليا من بلجيكا، واحتجزتها في مطار اللد الفلسطينية بهدف الضغط على إسرائيل لإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين من ناحية، وللفت أنظار المحافل الدولية للقضية الفلسطينية من ناحية أخرى. مر الوقت ولم تخضع إسرائيل للمطالب، وأخضعت الأمر للمماطلة. بحسب المصادر، حرص تريز ورفاقها على معاملة المختطفين معاملة جيدة، حتى وصلت سيارة إسعاف من الصليب الأحمر لمكان احتجاز الرهائن بهدف تقديم الرعاية الطبية، ولكنهم فوجئوا أن بداخلها كتيبة تضم نخبة من أكفأ الجنود الإسرائيليين جاءوا متخفيين لتحرير الرهائن. لم تستسلم تريز وزملاؤها، واشتبكوا بمعركة دامية مع القوة الإسرائيلية، وأصابت خلالها تريز رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو في الكتف، ولكن في النهاية نجحت إسرائيل في تحقيق مرادها، وانتهى الأمر بإصابة تريز بعدة رصاصات، اعتقالها مع زميلتها، ومقتل المقاتلين الآخرين. قدمت الشابة للمحاكمة في إسرائيل وحكم عليها بالسجن مدى الحياة. بعد قضائها لنحو 12 عاما في محبسها، أفرجت عنها السلطات الإسرائيلية في صفقة تبادل للأسرى، ولكن نفتها خارج البلاد. ذهبت تريز إلى تونس ومنها للجزائر، ثم استقرت في الأردن مع زوجها وأبنائها الثلاثة، وواصلت كفاحها بالعمل في خدمة الجرحى الفلسطينيين. عاشت تريز منذ نفي السلطات الإسرائيلية لها محرومة من زيارة وطنها. بالرغم من حزنها وحنينها لأهلها، قالت إنها غير نادمة أبدا على عملها المسلح. رحلت تريز هلسة عن عالمنا يوم السبت الموافق 28 من مارس عام 2020 في الأردن عن عمر ناهز 65 عاما. شاركنا برأيك، هل تتفق مع أسلوب خطف الطائرات المدنية كطريقة للمقاومة؟